تحت شعار شمال إفريقيا والبحر المتوسط ضمان إمدادات الطاقة، يواصل معرض مصر الدولي للبترول فعالياته بحضور عربي وإفريقي ودولي لشركات الصناعات البترولية والغاز والمتخصصين في صيانة الأعطال المفاجئة والتوابع الكارثية. نحن إحدى الشركات الرائدة في العالم التي تقوم بتوريد المعدات التي لا يمكن الاستغناء عنها في صناعات النفط والغاز. وعلى هامش المعرض الدولي للبترول كانت المشاركة من قبل المتخصصين في المهمات الوقائية وملابس الأمان حماية لأرواح العاملين. بنشتغل في أكثر من 1300 برودكت، من أول أحذية الأمان لغاية الملابس المتخصصة، الأفرولات اللي هي ضد الحريق والأنتي بروتكشن، وبنغطي رينج كبير قوي. لينا 6 مخازن في العالم موجودين في 120 دولة. احنا ابتدينا نشتغل في مصر من 3 سنين، دلوقتي بنغطي قطاع كبير قوي. ويشهد قطاع الصناعات المغذية للشحوم والزيوت مشاركة فاعلة في تصنيع تخليقي مبتكر يضمن أداء قويا وبعدا اقتصاديا. فاتجاهات العالم كله رايحة للبيئة، رايحة اللي هي تحافظ على البيئة، رايحة للزيوت التخليقية، تمام؟ واحنا مع الناس في القطاع ده وفي النقطه دي بالذات يعني. ويعمل صناع ومنتجو الطاقه على تقليل حده الانبعاثات الكربونيه من اجل حمايه الاجيال القادمه من مخاطر التلوث البيئي. خام المازوت بنعمل له عمليه تكسير هيدروجيني بحيث بنعظم القيمه المضافه، ان المازوت يعتبر من المنتجات البتروليه اللي هو اللو فاليو في قطاع البترول، وبنطلع منه بقى المنتجات اللي يعتبر عاليه القيمه زي السولار وزي النافتا وزي ال بي جي، وبنطلع منتجات جانبيه زي الفحم الكوك والكبريت. ياتي هذا وسط تنسيق مع كافه الاطراف الاقليميه والدوليه لانجاح قمه المناخ العالميه المقبله في شرم الشيخ. بمشاركه وزراء البترول والطاقه ورؤساء كبريات الشركات العالميه، ياتي معرض مصر الدولي للبترول بما يضمن تامين امدادات الطاقه وكذلك انتاج الغاز والبترول بما يحمي البيئه من التلوث. علي الطواب، الغد، القاهرة.